السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد وشقة جديدة مميزة جدا في حديقة الأهرام. شقتنا النهاردة مساحتها 175 متر، 175 متر، تحميل قديم، واجهة بحري بالكامل. شقة موجودة في حديقة الأهرام في البوابة الأولى في منطقة ألف، قريبة جدا لكل الخدمات، قريبة جدا لشارع الثروة المعدنية، وقريبة جدا لشارع 5 ألف الرئيسي، وبالقرب من كل الخدمات والمدارس. الشقة تشطيبها الترا سوبر لوكس، تشطيب شخصي مش تجاري، تشطيب شخصي مش تجاري. ده الشارع بتاعنا، شفنا الريسبشن وحمام الضيوف. وده الشارع طبعا، التصوير بس كان بالليل. وده الريسبشن بتاعنا من زاوية تانية. شقة تشطيبها زي ما قلت لكم تشطيب شخصي، تشطيب هادي جدا مش سوقي. شقة موجودة في الدور الرابع، فوقيها دور. شقة مكونة من 3 غرف نوم واتنين حمام ورسبشن يشيل 3 قطع ومطبخ. العمارة ساكنة والاسانسير شغال وفيها عداد كهرباء وفيها عداد غاز. ودي اول غرفة معانا. ابواب الغرف كلها تركي، ابواب جاهزة تركي. ودي الغرفة التانية معانا، ودي الغرفة التالتة والاخيرة. الشقة كلها مفيش فيها غرفة على منور، كلها جيدة التهوية. وده الحمام الرئيسي، ده طبعا مكان كابينة شاور. وده الحوض صحي دروفيت، القعدة دف. وده المطبخ بتاعنا. شقة زي ما قلت لكم تشطيبها على اعلى مستوى من الخدمات، من الخامات والديكورات. وده مدخل باب الشقة والطرقة. وبعد كده هنشوف مدخل العمارة. اسانسير زي ما قلت لكم شغال. ده مدخل العمارة. وبعد كده هنشوف الواجهة معانا. اشوف وشكم بخير واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.